السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء بعث لي فيديو قبل أيام عن شخص يتكلم إلقاء القبض على أحد القتلة والمجرمين من أزلام النظام السابق، ودي يتكلمون عن هالخطوات، فشيء لطيف بالحقيقة. ولكن اللي أنا مستغرب له، تدرون أنتوا شقد أدنى في ولاية أوهايو وولاية ميشيغان وولاية ميرلاند وولاية فرجينيا وحتى واشنطن دي سي، إيش قد أكو من أزلام النظام السابق؟ يعني هسه البعض يقول لك لا أكو، في مملكة البندورة أكو كثيرين، هو يعني بنت الشريفة، بنت الشريفة، حفيدتي الشريفة، الطاغية، في مصر مع الأسف ده تروح لهم عقود وبزنس وهم ملفين أزلام النظام السابق. القتلة مو موظف أو بعثي بس اطلع، لا ده نتكلم عن القتلة والمجرمين من أزلام النظام السابق. في تركيا ما شاء الله قتل النظام السابق واللي صار وما الحكومة هم قتلوا مجرمين، أمثال طارق الهاشمي وأزلامه اللي هم عبارة عن كانوا قتلوا فرق اغتيالات، هاي مو غريبة. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية دا أتكلم لكم، مو الجواسيس اللي كانوا مع الأمريكان، هذول اللي طلعت بنت الشريفة، بنت الشريفة الطاغية، وقالت أبناء العم وخانة ووالدي، لا لا لا، دا أتكلم لكم على أزلام النظام السابق. مثلا هذول اللي تحكيها وقال لك الأستاذ عدي الله يرحمه والأستاذ قصي الله يرحمه اللي هم كانوا بالحماية الخط الأول، يعني إذا كانوا مو مجرمين أو مو مسوين جرائم فعلى الأقل هم شهود الجرائم. اللي كانوا بالأمن الخاص ويا قصي موجودين هنا، أحد الأشخاص موجود في ولاية فرجينيا، أكو فيديو عليه على اليوتيوب قاعد يعذب، يطبون مجموعة عراقيين بسطاء يسألهم هذا، هم ينجزون بيهم بسط. هذا موجود ولاية فرجينيا، بيته وقصره وأموره وعدله. فرئيس الوزراء العراقي يعلم بهالشيء هذا، مدير الأمن الوطني والاستخبارات العراقية يدرون بهم ذولا موجودين لو ما يدرون في الولايات المتحدة الأمريكية. وهؤلاء سابقا قلت ذولا كلهم يسموهم waiting boy بلغة الاستخبارات، فتيان الانتظار أو رجال الانتظار. بالمناسبة هسه واحد يقول لي انت متحامل عليهم، مو متحامل عليهم، هذول ما عندهم ولاء للعراق، يعني مو مساله انه كان عنده موظف في الدوله العراقيه ويصير عنده ولاء للدوله، لا 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 لا، مستمرين ليس لديهم ولاء الى الشعب العراقي او الحكومه العراقيه او الدوله العراقيه. اعطيكم فد مثل بسيط، دائما متحاملين ويشوهون سمعه الحكومه العراقيه والشعب العراقي. مثل بسيط، كانوا يجوني انه ياخذون صور، هذا واحد منهم من 2012 الى 2017، معاملات جواز سفر، معاملات هويات، اثبات حياه. اخر شيء زهقت، قلت له انت دائما تتكلم على القنصليه العراقيه في ميشيغان، ما يتكلمون عربي ولو كردي لو عجمي، ومخوش وادم رباط ما يشدون، انت ما فد يوم جيت كل ما اقول لك ان شاء الله قضت شغلتك قول لي لا الحمد لله خلصت، تحكي عليهم ليش؟ لا مو انت ما تعرف، عمك كان ضابط بالتوجيه السياسي. قلت له من رخصتك تشيل ضابط بالتوجيه السياسي؟ قال لي ايه. قلت له ما يشرفني مثلك سر عمي، انت عبارة عن راعي جابك الطاغية خلاك، والان دا تتحسف على المنصب اللي كنت تظلم به الشعب، لو ترى رواتبك دا تستلمها. بالمناسبة طبعا ذولا يستلمون رواتب ازلام النظام السابق اللي كانوا امن، مخابرات، جيش القدس، بعثية، الأمن العام، ذولا كلهم يستلمون. بالبرلمان أقروا رفحة حزب البعث أزلام النظام السابق والبيشمركة. اللي صار أنه دائما يطلعون أنه مظاهرات ويجيبون طاري رفحة، بس ما يجيبون طاري الطرفين الآخرين الشركاء المفروض بالوطن، لأنه رفحة طلعوا ضد الطاغية، فلذلك ما حد يحبهم لا أكثر ولا أقل. على أي حال، فقلت له أنت بالنسبة لك أنت أحد الطغاة وأزلام النظام السابق وجاي تحكي عليهم. والله أحكي لكم تجربة،
يوم الجمعة، هاي الجمعة الفاتت يوم 23/8/2024 رحت إلى القنصلية العراقية. طبعا أنا صارت عندي ردة فعل منهم، من وراهم يحشون عليهم. بنتي واحدة صارت أول سنة بالإعدادية والثانية صارت أول سنة بالمتوسطة، هسه إذا أروح أسوي لهم بيانات ولادة. ليش الجمعة الفاتت؟ ما صار قبل كم يوم. رحت للقنصلية العراقية، يتعاملون مع كل العراقيين. يعني أول ما تدخل قالوا لي تفضل أستاذ، أول مرة أعطوا ما أعرف شو القصة. ثم عندي بيان ولادة قالوا روح على أستاذ فلان. بكل احترام وكل تقدير وكل ممنونية وكل حب يتعاملون ويانا. قلت لهم أنا جاي من أوهايو. قالوا صار نكمل لك معاملتك حتى لا تتأخر وترجع مثل ما يقولون على ضوء الوقت. والله قاعد ساعة وشوية أراقب بالموظفين يتعاملون مع كل المراجعين بكل احترام وتقدير. واحدة من المراجعات تسأل مجالس أمانات مر نحكي جدة حكت قصة حياتها على الوكالة الدسوية. سألت كوم أسئلة وبكل صبر وبكل احترافية يجاوبها، يقولها لا الحالة الفلانية كذا وكذا، الحالة الفلانية كذا وكذا. والله يمكن 20-25 دقيقة. السفلة أزدام النظام السابق دول كانوا يجون يأخذون صور، شوهوا بصورهم رباط ما يعرف يلبس، قاط ما يعرف يلبس. والله كلهم مبدلين أنيقين مرتبين مؤدبين. كانت أكو موجودة أيضا موظفة، يعني مجموعة كلهم كانوا رجال، وبس واحدة أيضا لابسة كوستر وبكل أدب وكل احترام واقفة. كلهم يحشون عربي يحشون عراقي. ما اجى واحد بيهم من أزدام النظام السابق ومدحل السفارة إلا ما ندر. الحد ما شيخ رحيم الساعد جزاه الله خير قال لي ترى كلش حبابين السفارة العراقية القنصلية العراقية. وبعدين رحت على مكتب سومر نفس الشيء، قالوا الطب والطب مطمئن، الصورة اللي أنت مطيك إياها هذول أزدام النظام السابق حكيت لهم ترى ما موجودة. ما عندهم ولاء للوطن، ما عندهم إخلاص للشعب، ما عندهم ولاء للشعب، ما زالوا يحنون على الطاغية ويترحمون على الطاغية وعلى أبنائه. فيا جهاز الأمن الوطني تدري أنه موجودين عندنا في ولاية أوهايو حماية قصي وعدي أزلام النظام السابق؟ تدري شقد عندنا في ولاية ميشيغان ضباط؟ بالمناسبة من ضمن الموجودين هنا عقيد وعميد بالحرس الخاص وبالحرس الجمهوري ما زالوا. وانت شو عم قولك صدام حسين الله يرحمه هذا البطل موجودين. وذول قضية القاء القبض عليهم جدا بسيطة، تروحون للسفارة العراقية القنصلية العراقية تطالبون تقولون اي عراقي يجي لازم يقدم صورة من هويته اللي في امريكا او جواز سفر مالته الامريكي، لانه هذول يسمون اسمائهم باسماء مختلفة ويا الامريكان شي من غيرون اسمائهم ويا الحكومة العراقية شي. فذولا انه خاف انه تسأل عليه يقول لك الجانب الامريكي هذا ما اعرفه. الاوراق موجودة تقدمون على الجانب الامريكي يكون قبض عليهم. يعني سب الله بتركيا صعبة، الاتراك ما متعاونين، الحكومة الامريكية راح تتعاون وياكم وراح يكيفون. الاي ار اس راح يكيفون مثل هيك شكلات تلقون قبض عليهم. لو ذولا ياخذون المساعدات وما يبلغون حكومة ايش قد عندهم مدخولات. فيا جهاز الأمن الوطني وكل على قولة الأمريكان law enforcement قوة تنفيذ القانون في العراق، الموضوع جدا بسيط، خاطبون حكومة الأمريكية تلقوا القبض عليهم. هسا إذا ما تلقوا القبض عليهم ما كانوا مجرمين، على الأقل هم شهود على جرائم، جرائم صارت، يعرفون وين السجون المعتقلات اللي كانت تحت الأرض السراديب، شنو الجرائم اللي صارت، شهود على بعض القتلة والمجرمين اللي هم مهزومين قاعدين في تركيا أو في مصر. فيا صديق العزيز هذا الفيديو هم راح خلكيه على اليوتيوب إلى كل الآخرين اللي يريد خلي طب. أزلام النظام السابق ما بهم ثقة ولا بهم شريف، واحدهم صخرة بتأمنة. هاي الصخرة اللي احنا ما ناكلها العراقيين، احنا ما نحب اللحم الصخرة. صخرة بتأمنة ذول أزلام النظام السابق وتارسيها لأوهايو يوميا. وجا قال لك والله أنا والدي كان عقيد بالأمن الخاص وعميد بالأمن العامة ويتباهون يحشون بعنجهية. والأستاذ الفاضل والأستاذ عدي الله يرحمه والأستاذ قصي الله يرحمه، هل شكلات الزفرة؟ فيا حكومتنا الجليلة ويا حكومتنا الرشيدة، الموضوع بكل بساطة هذولا ما عندهم ولاء لكم ولا عندهم ولاء للدولة. يعني تخيل القنصلية العراقية وسفارة عراقية
يحشون عليها مسويها ماخورة، يقولون ما يحشون عربي وما يحشون، يحشون عجمي ويحشون كردي. صبغ يحشون كردي بلعتها، قلت جوز فعلا هو شار زيبار كان وزير خارجية وعين الاكران، بس ما يحشون عربي وعجم، هاي هاي شو رهمتوها. فأرجو من قوى تنفيذ القانون في العراق أو كل من يوصل هالفيديو يبلغ الدولة العراقية، هذولا قضية القاء القبض عليهم جدا بسيطة، والحكومة الأمريكية راح تكون متعاونة، والجهاز الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية راح يكون مسرور على الخدمة اللي تأدوا ليها. تحياتنا وسلامنا، نسأل الله العافية العفو والعافية لنا ولكم. السلام عليكم.